بلسم برعاية بلسم لتعزيز الصحة، البوابة الإلكترونية للمعرفة الصحية. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن صعوبات الكتابة مع ضيفتنا جنان صاطي، اختصاصية العلاج الوظيفي في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في الاتحاد مول في دبي. طرق التواصل على الهاتف 600551414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم أخت جنان. طيب نتكلم. عليك السلام. الصوت واضح؟ أي نعم. طيب. أول شيء بحب أشكرك لاستضافتك لألي. يا أهلا وسهلا فيك. شكرا. نتكلم عن الكتابة في البداية، وأيضا مظاهر صعوبات الكتابة لدى الأطفال، تفضلي. نعم. أول شيء بحب أعطي مقدمة سريعة يعني عن عملية الكتابة. نعم. هي عملية بتتكامل فيها قدرات عديدة حركية بصرية وإدراكية، بتبدأ بسن مبكرة عند الأطفال نظرا لمشاهدة والديهم، وبتكون محاولتهم الأولى على شكل خربشات، وهن ما بيدركوا معنى ما يكتبوا أو يدركوا دلالته. بالنسبة لنا من الضروري الاهتمام بهذه الحركات للأطفال، لأنه بتعتبر النواة اللي بيعتمد عليها الإتمام على عملية الكتابة، وبالتالي لابد الحديث عن صعوبات الكتابة التي تواجه الأطفال وكيفية تقييمها وطرق علاجها، والحديث عن هذه القدرة اللي على الرسم الجيد لهذه الحروف. نعم. بحيث تكون الكلمات المكتوبة سهلة القراءة ويسيرة على التناول. أذكر هنا مصطلح عسر الكتابة. نعم. وهو شكل من أشكال صعوبات التعلم، والتي تبدو في طريقة الكتابة أو نسخ المكتوبة بطريقة غير مفهومة. نعم. والتي ترجع إلى عوامل تتعلق بصعوبة الحركي أو التآزر البصري الحركي، أي تنسيق حركة العين مع حركة اليد، أو إلى عوامل تتعلق بصعوبة تحويل المعلومات يعني المدخلة إلى مخرجات كتابية، واللي بتتطلب عدد من العمليات العقلية اللازمة مثل التذكر والتركيز والتمييز. نعم. طبعا صعوبة الكتابة تختلف أخت جنان عن صعوبة القراءة. نعم. نعم، هناك اختلاف طبعا بين هذين المصطلحين يعني. نعم. طيب. نعم طبعا هناك اختلاف يعني، حتى في عنا يعني عسر الكتابة يعني بيكون الولد قادر انه يقرأ بشكل طبيعي وكل شيء يكون طبيعي بالنسبة للقراءة، بس هي المشكلة بتكون يعني بحركة القلم او بشيء معين يعني بمهارات عند هذا الطفل، فأكيد هن مصطلحين مختلفين. نعم. اليوم بدنا نحكي اكثر عن الكتابة. نعم، يعني الطفل يعرف الكلمة، يعرف معناها، ولكن لا يستطيع رسمها ان صح التعبير. نعم. 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 طيب. يعرف يقرأها ويعرف المعنى بس لا يستطيع الكتابة. نعم. طيب المظاهر، يعني أنا كأب كأم كمربي مربية في البيت، كيف لي أن أعرف إذا كان الطفل لدي هذه المشكلة؟ ما هي مظاهر صعوبات الكتابة؟ نعم، في إلى عدة مظاهر. بيعاني الأهل مع الأطفال يعني أكثر شيء بحل الواجبات المنزلية، وبتاخد وقت طويل كتير لأنها أو مرات يعني ما بتنتهي، فبيلاحظوا الأهل لما يجوا لعنا بيحكوا لنا أن الكتابة معكوسة للحروف بتكون، أو الكلمات والأرقام والجمل. في أولاد كمان بتكتب بعض الحروف من الكلمة، بتكتب مع حذف بعض الحروف من الكلمة خاصة يعني ببداية الكلمة وبالنهاية، وفي أولاد كتير بتكتر عندها الأخطاء الإبتدائية أو بتكون الكتابة غير منقطة يعني بيكتبوا حروف بلا نقص، أو بتكون الكتابة متصلة وفي تداخل الحروف وبتخلو من الفواصل والفراغ بين الكلمات. نعم. ومرات كمان بيكون في أطفال عندهم صعوبة وصل الحروف مع بعض البعض لتكوين كلمة، أو حروف ذات حجم كبير وصغير كمان بنفس الكلمة، وفي أولاد بتكتب مسافات ثابتة بين الحروف أو حتى ما بتكتب، ما بيكون عندها القدرة للكتابة على سطر واحد، فمنشوف يعني كتابة فوق السطر أو تحت السطر، ما بيحترموا وجود السطر على الورقة. نعم. وفي كتابة، في أولاد بيكون خط رديء وغير مقروء،
بيكون عندهم شوي فقر بالمادة المكتوبة يعني من حيث المعنى والأفكار والتسلسل الزمني للأفكار. نعم. وكمان فينا نشوفها يعني صعوبة الكلمة كتابة الكلمات من الذاكرة، يعني ممكن الولد ينسخ بس مش ممكن أنه يكتب كلمة يجيبها يعني من رأسه بلا ما تكون موجودة قدام. نعم. إذن يعني بعض مظاهر صعوبات الكتابة اللي ممكن نشوفها عند الأطفال. نعم. إذن موضوعنا عن صعوبات الكتابة مع جنان صاطي اختصاصية العلاج الوظيفي في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في دبي في الاتحاد مول في دبي، وطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. طيب، هل هناك مهارات، ما هي هذه المهارات التي تتضمنها الكتابة أو ترتبط في الكتابة؟ نعم، المهارات يعني اللي بتتضمن عملية الكتابة هي عديدة وهي مجتمعة بتساعد الولد أو بتساعد الفرد على الكتابة. أولا فينا نذكر مهارة التآزر البصري الحركي اللي هو منعني فيه تنسيق حركة العين مع حركة الإيد أثناء الكتابة. هذه أكتر شيء بيستخدمها الطالب بعملية النسخ، وهذه يعني بيقوم بفعلين بنفس الوقت. الفعل الأول هو إدراك وحفظ الكلمة المراد نسخها وترتيبها بالجملة، وثاني عملية هي كتابة هذه الكلمة. بين إدراك الكلمة وكتابة الكلمة هو فعل يعني فعلين بذات الوقت وبيكون صعب عن بعض الأطفال. كمان بنشوف في عنا مهارات النمائية وتشمل الانتباه الإدراك والذاكرة. في عنا مهارات مسك القلم وتحريكه باتجاهات مختلفة مفيدة لكتابة الحروف والكلمات. نعم. في مهارات نقل الحروف والكلمات والجمل، كما عندنا مهارات كتابة الحروف والكلمات والجمل، ومهارات تنقيط المادة المكتوبة أو الأحرف والكلمات، ومهارات كتابة جمل بسيطة أو كتابة فقرات كاملة. نعم. يعني هذه ذكرنيها بعض المهارات. نعم. طيب نتكلم، لو حبينا نتكلم عن الأسباب أخت جنان. نعم. أول شيء ممكن نذكر الاضطراب في المجال البصري، يعني بيكون في أولاد عندهم قصر نظر والأهل ممكن مش منتبهين لهذا الشيء، وهذا بيكون عنده يعني بيؤدي لعدم القدرة على تمييز الرموز الخطية، وهذا يعني ممكن نلجأ لطبيب عيون بالنسبة لهذا السبب. نعم. بالنسبة لأسباب ثانية، في ممكن نشوف اضطراب في مجال الإدراك البصري، بيشوف ممكن الطفل يشوف الشيء بس ما بيعرف شو هو استخدامه، وهذا الشيء ممكن نشوفه صعوبات عند الطفل بالتمييز بين الدائرة المربع المثلث المستطيل، يعني ما بيكون عنده معرفة شو يعني زاوية وشو هو الخط الأفقي والخط العمودي. هذا بالنسبة للإدراك البصري. تاني شيء ممكن نذكر الاضطراب بمجال إدراك العلاقات المكانية للأشياء والأجسام، مثلا التوجيه الصحيح لقطع البازل أثناء تركيبة. ثالث شيء ممكن نذكر اضطراب بمجال القدرات الحركية البصرية للطفل، فبيكون هذا الطفل عنده صعوبة بمعرفة مكان جسده وحركته وتوجيهه بالنسبة للمحيط أو بالنسبة للغرفة الموجود فيها. نعم. وهذه بتبين أحيانا على فرط حركة ونشاط عند الطفل لأنه ما بيعرف كيف بيتحكم بجسمه بشكل ملائم لمكان وجوده. وكمان فينا نحكي أن صعوبات بالانتباه بتبين على شكل نسيان بعض الحروف أو حتى كلمات تبديل يعني، وحتى أيضا والكتابة. نعم. وحتى تبديل في بعض الأحيان تبديل بعض الأحرف. بعد الفاصل نتابع حديثنا مع جنان صاطي اختصاصية العلاج الوظيفي في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل. أخت جنان السلام عليكم. وعليكم السلام. إذن نتكلم عن صعوبات الكتابة، مظاهر أيضا صعوبات الكتابة والأسباب التي تؤدي لصعوبات الكتابة والعوامل المؤثرة عليها. أخت جنان. نعم. في عنا في عوامل، أول شيء تتعلق بالطالب نفسه. نعم. في عوامل تتعلق بنمط التعليم وأنشطة وبرامج التعليم، وهذه بتنعكس على أداء الطالب والأداء العام. وكمان عنا عوامل أسرية واجتماعية وبيئية. فأول شيء مثل العوامل اللي بتتعلق بالطالب نفسه، فينا نذكر أنه ممكن يكون عنده مثلا مشاكل بالحركات الدقيقة لليد،
انه هذه بتولد يعني مسك يعني مسك قلم غير صحيحه. نعم. او انه بشد كثير على القلم او بيكون عنده ارتخاء بمسكه القلم، وممكن يكون عنده يعني انخفاض بمستوى التوتر العضلي، وبيكون صعب عليه يطور القدره على عزل حركات اليد، فبتكون ضبط حركات الايد بيجي من الكتف والكوع. نعم. مش من الايد والاصابع. وفينا نحكي كمان عن عدم التاكد من اليد المسيطره للطفل، فمثل ما بنعرف انه اغلب الاطفال بتكتب بايد اليمين، في نسبه يعني يمكن ثلث بتكتب بايد اليسار، بس يعني اذا ما كان الطفل اظهر يعني تفضيل واضح لاحدى اليدين يعني عند دخول الصف الاول، فلازم يعني نتخذ قرار ونعتمد على الملاحظه لمعرفه الايد اللي بتتمتع بتنسيق اكثر. نعم. واذا ما كان ما استطاع يعني المعلم او الاهل تحديد اليد الاكثر مهاره، فاكيد من المناسب انه استشاره اخصائي علاج وظيفي لتشجيع الطفل على استخدام احدى اليدين، وبعد تحديد الايد المفضله اكيد لازم نعزز استخدامها. نعم. طيب نعم. عندي نعم. نعم عندي بعض الرسائل عبر الانستغرام. طبعا رساله تقول: السلام عليكم، ما سبب فقدان الوعي لثواني عند الأطفال؟ فقدان الوعي لثواني عند الأطفال قد يكون مرتبط بالدماغ، قد يكون مرتبط أيضا لا سمح الله إذا كان هناك أذية عصبية أو حتى أمراض عصبية. نعم. مثل الصرع أو غيره، فإذا لابد أن نعرف ما هي الأعراض الأخرى، وطبعا هذا الأمر يستدعي مراجعة الطبيب مباشرة فقط للإطمئنان ومعرفة سبب هذه المشكلة. السؤال الآخر: ابني يشوف الحروف التي يكتبها ولكن مهما كتب الكلمة ما في فايدة، ينساها، ومهما حفظت ولقنت دروس برضو بينساها. نعم، أنا بحب أنصح الأهل أنه يعني يتوجهوا لعنا حتى نعمل تقييم يعني لهذا الطفل، لأنه يعني بيستدعي التدخل المباشر، يعني ما ينتظروا عليه إذا هالقد يعني شايفين أنه الموضوع صعب. يعني لو الموضوع بس أنه في كم كلمة أو كم حرف بس بيقلبهم وعمره مثلا 4 سنين، ممكن ننبهه لهذا الشيء وخلص يعني بيتخطى المشكلة. بس إذا كان يعني كتير عم ينسى وأبدا ما عم يقدر يكتب ولا عم يقدر يركز، هلأ يعني بنستدعي يعني الاستشارة المباشرة والتقييم يعني حتى المباشر عند الأخصائي. فبندعي أكيد الأهل أنه يتواصلوا معنا وبيحبوا يشرفوا، بنعمل تقييم. كيف يتم التقييم عادة؟ نعم. كيف يتم التقييم يعني؟ نعم، عندنا نحن يعني تقييم خاص بالكتابة. نعم. بس يجي لعنا الطفل حسب عمره أكيد وحسب مستوى الدراسة، نحن بنعمل تقييم لمعرفة السبب المباشر لصعوبة الكتابة عند هذا الطفل، فهل هو ضعف عضلات، هل هو من التركيز، هل هو انتباه، هل هو يعني صعوبة تنسيق حركة الجسم أو حركة الكتابة مع بعض. طيب. ونعمل خطة علاجية حسب طبعا يعني السبب. طيب حسب. عندي أيضا رسائل أخرى عبر الإنستغرام. ابني ما يحب الكتابة أبدا، وهو ذكي وشاطر، بيكون زهقان من كثرة الكتابة بالمدرسة وعمره 7 سنوات، ما بيحب. نعم. الكتابة هون. هلأ في يعني أولاد كتير بتنفر من الكتابة أو أنه بتبتعد عن الكتابة لما تكون المدرسة كتير عم تضغط على هذا الولد أنه اكتب. هذا يعني في مدرسة. نعم. بالصوت. نعم. طيب صوتك ممكن يكون. نعم نعم هلا افضل. طيب تفضلي. نعم، فبندعي يعني المدرسة انه تحسن شوي بالبرنامج اللي عم تعطيه للطلاب، وحتى انه تخفف لهم يعني تخفف، لانه هذا بيعطي مجهود كتير على الطالب وبيخليه بالاخر انه يعني يصير عنده عملية الابتعاد عن الكتابة أو النفور من الكتابة. نعم. هلا نعم ذاكرة. نعم. الأخت رحاب اللي هي صاحبة السؤال طبعا تقول أنه يبدو أنه في ساعات طويلة للعلوم والدراسات. نعم. والرياضات وغير والرياضيات وغير ذلك، فبيكون يعني تعب ومو بضرورة يكون هنا يعني مريض أو مضطرب. طبعا لابد أن يكون هناك تعاون أيضا ما بين الأهل والمدرسة. صحيح. وما بين أيضا أخصائي العلاج الوظيفي حتى نحل المشكلة إذا كان هناك مشكلة. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن صعوبات
الكتابة مع جنان ساطي اختصاصية العلاج الوظيفي في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في الاتحاد مول في دبي. طيب بالدقائق المتبقية وهي قليلة، ما هي النصائح التي نوجهها للأهل، دور الأهل، وأيضا كيف يمكن أن نساعد الطفل اللي عنده مشاكل في الكتابة على تحسين الكتابة؟ نعم، فينا مثلا نعمل مثل مبادئ تشجيع على العمل الكتابي، أنه بالبيت نخصص وقت كافي للكتابة، يعني بس ما نعطيهم مثلا بس نص ساعة أنه نخلص كل الواجبات، لأنه في أولاد ما بتتحمل يعني الضغط ونخلص كل الواجبات بس نص ساعة، في أولاد أنه بده راحة، فمنعطي راحة يمكن دقيقتين ثلاثة بين الواجب والواجب الآخر أو أنه أكثر حسب الطالب. فينا ننوع من المهام الكتابية ونعملها شيء مثل أسلوب فرح أو أسلوب يعني جميل. فينا مثلا نخفف السرعة، يعني ما تكون الوتيرة كتير سريعة كأنه بالمدرسة ولا بالبيت مع الطالب، وعدم المبالغة، يعني مثل ما قلنا من شوي بكمية الدرس المكتوب وإجهاد الطالب، يعني هو الطالب بيكون شاطر وذكي بس على الكمية المبالغة وهو عمره بعده صغير ما بيتحمل كتير فبيصير بيبعد عن الكتابة. والولاد اللي بتكون بطيئة شوي أو أنه عندها صعوبة معينة فينا نعطيها مثل نموذج للكتابة حتى تمشي عليه. وكاقتراحات كمان لتحسين الكتابة، فينا نقول للمعلمين أنه ينفذوا برامج تعليم علاجي، مش بس إذا كان الطفل خطه غير مقروء، بس كمان إذا كان الطفل يعني يعاني من بطء شديد وإذا كان بيبذل جهد كبير وبلا ما يركز على الواجب المطلوب منه. فهون يعني مفروض أنه يكون للمعلم عنده ثقافة أنه يستدعى الأهل وينقلوا هذا الطفل لعند اختصاصي. نعم. وكمان ندعي يعني المعلمين بالصف أنه يركزوا على وضعية الجلوس الصحيحة عند الطالب، ففي كتير أولاد يعني بيكونوا يعني بيكون ارتفاع الكرسي بيسمح للطالب أنه يكون مرتاح بالقعدة، أنه يكونوا إجري دقين بالأرض، وحتى أنه يكونوا كواعوا على الطاولة، وشي يعني بيكون بيسمح له أنه بيكتب بسلاسة بالقلم. لأنه المهارات الحركية الدقيقة بالإيدين بتكون أفضل صورة لما يكون الطفل بوضع جسمي متماثل. فإذا كان الكرسي مثلا كتير مرتفع بيضطر الطفل أنه يرفع كتافه، كمان يعني هذا الشيء بيأيد حركته وبيأثر على الكتابة. نعم. وكمان يعني مفروض نعمل توعية للمعلمين كيفية مسك القلم بالطريقة الصحيحة. نعم. أنه في أولاد ما بتعرف تمسكه بالطريقة الصحيحة حتى لو طار يعني بالصف الأول، وهذا الشيء يعني لازم كمان نحن كاختصاصيين نساعدهم فيه للمعلمين. نعم. ولازم نشجع المعلمين على تأدية بعض الأنشطة لتعزيز دور الإيد المسيطرة عند الطالب ولعب الدور الديناميكي، وبتسمح للإيد الثانية اللي هي المساندة لعب يعني الدور الثابت، وكرمال هيدا الشيء بنظم مكان عمل. وعفوا كمان يعني لازم تنظيم مكان عمل الطفل بحيث أنه تكون الأدوات المستخدمة يعني على مقربة من الإيد المفضلة عند الطالب. نعم. كمان هذا الشيء بيعزز الإيد المسيطرة عنده، وكمان ما بيصير عنده يعني ضياع بأي إيد بده يكتب، أو كل شوي يكتب يعني يكتب باليمين بعدين بيتعب بعدين بيكتب باليسار. هذا الشيء كتير بيأثر على نوع الكتابة وعلى المهارات الحركات الدقيقة عند الأطفال. نعم طبعا كتير مهم التعاون ما بين الأهل وما بين المختصين والمتخصصين في العلاج الوظيفي وأيضا الأطباء، في بعض الحالات قد يكون هناك ضرورة لأيضا مراجعة الطبيب، وأيضا مع الهيئات التدريسية لمعالجة أي مشكلة سواء كانت تتعلق بصعوبات الكتابة أو صعوبات القراءة أو حتى بأي يعني مشاكل أو اضطرابات يعاني منها الطفل، من أجل أن يتمتع طبعا بحقه في الحياة وفي أيضا الدراسة وفي أيضا أن نعالج هذه المهارات وهذه الاضطرابات لديه حتى يكون طبعا عضو نافع في المجتمع وما يتأثر على حياته لا من ناحية جسدية ولا من ناحية نفسية. وكل الشكر لجنان ساطي اختصاصية العلاج الوظيفي في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في الاتحاد مول في دبي. في اتصال، طيب نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل أبو إسحاق. أهلا وسهلا فيك، تفضل. أي طيب، اللي أنا عندي ولدين كلهم يكتبون على باليسار. نعم. وحاولت أن يكتبوا باليمين لم يستطيعوا أن يكتبوا
باليمين. نعم. ولكن يكتبون باليسار خطهم غير واضح. نعم. أيوة ما سبب حي. أخذ جينام تحب تسألي الأخ نعم. ساق أي سؤال؟ أدى عمر الأطفال. ألو؟ نعم. ألو السلام عليكم. كم عمر الأطفال؟ أيوة طيب الواحد 12 واحد عشرة. نعم بما أنه أعمارهم يعني تخطت يعني العمر المفروض أنه على 5 سنين يعني يكونوا 5 سنين هو أقصى عمر يعني لتحديد اليد المفضلة عند الأطفال. بما أنهم تخطوها وهن بيكتبوا باليسار فالأفضل أنه نحن نركز لهم على الكتابة باليسار ونحسن لهم نوعية الكتابة. يعني إذا كانوا بيكتبوا بخط غير مقروء لازم يعني نشد عليهم أنه أو نركز عليهم كرمال يكتبوا بخط مقروء بس مش أنه ننقل الكتابة ليد اليمين لأنه نقل الكتابة ليد اليمين يعني هيدا شيء مش نحن فينا نعمله. هيدي وظيفة من الدماغ بتجي ويعني هيدي خلقة من عند الله فالواحد لازم يتقبلها كرمال ما تعمل مشاكل تانية للأطفال لأنه بعض الأطفال إذا جبرتهم يكتبوا باليمين وتركوا الكتابة باليسار ممكن يصير عندهم تأتأة ممكن يصير عندهم يعني مشاكل تانية لا سمح الله. بس أنه في ولاد معرضة فنحن كرمال نتفادى هيدا الشيء منخليهم يعني هيدا قدرة جسمهم وقدرة الدماغ الطبيعي عندهم منخليهم يكتبوا باليسار منركز لهم بس على نوعية الكتابة بما أنهم هني صاروا عمر 10 سنين و 12 سنة. فإذا كان يعني شيء ما مش مقدور عليه بالبيت أفضل أنه تستشير أخصائي نحن ممكن كثير نساعدك بهذا الموضوع. نعم جزاك الله خير. شكرا لاتصالك نتمنى لك صحة والسلام لك وللجميع وكل الشكر لجنان ساطي اختصاصية العلاج الوظيفي في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في الاتحاد مول في دبي.